علمنا من برنامجكم النافع أن الأهل الذين يشترطون لنكاح ابنهم أن يأخذ أهل البنت بنتا منهم وأسماه الشيخ زواج الشغار وقال إنه حرام. ولكن المشكلة أن هذه الطريقة من الزواج قد حصلت في أهلنا حيث عقد كل الطرفين المهر وكان بمقدار 10,000 مقدم و10,000 مؤخر، وهذا ليس هو قيمة المهر الذي تعارف عليه في عوائلنا عموما. فما هو الحل في نظركم؟ وقد كنا جميعا نجهل بأن هذا حرام، جزاكم الله خيرا. لا شك أن زواج الصغار ذات ومنهي عنه، فهو أن يشترط في زواج موليته أن يزوجه الآخر موليته. فإذا كان زواج المرأة مشروطا بزواج غيرها من باب التبادل فهذا إن كان بدون مهر فإنه صغار بإجماع أهل العلم وهو باطل، نكاح باطل، لأن فيه إضرارا بالنساء وإهدار كرامة المرأة وجعلها كالسلعة. وأما إذا كان هذا التبادل مع مهر كامل لكل من المرأتين وكان أيضا بدون رضاهما كل واحدة راضية بالزوج الآخر فهذا محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم هل هو صغار أو ليس بصغار، المسألة خلافية وهذه مرجعها إلى القاضي وإلى المحكمة الشرعية لتنظر فيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تنصحون من كان ذلكم حاله أن يراجع المحاكم لديهم شخصا؟ لا، يراجعون المحاكم لديهم ويوضحون لهم صورة الواقع. نعم، والقاضي إن شاء الله يعمل الناس. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.